سلام الله عليكم وأسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم مرة أخرى إخواني. كما في العنوان لدينا اليوم طرد كبير للغاية، لأول مرة توصل بطرد بهذا الحجم. يا ترى ماذا هناك في الداخل؟ ربما هناك مفاجآت. إذا نطلع فاصل ونعود لنفتحه مع بعض، وطبعا لا تفوتوا عملية الفتح بعد هذا الفاصل. قبل ذلك الكوتر الشهير جاهز للعملية. نطلع فاصل ونعود إليكم إخواني. أهلا بكم من جديد إخواني. لدينا الكوتر ونبدأ على بركة الله عملية الفتح. على فكرة الطرد هو من شركة بانغود، مجموعة من المنتجات الرائعة. أخمن ما هي هذه المنتجات؟ ربما هناك ثلاث منتجات في هذا الطرد لوحده، يعني هناك ثلاث منتجات سنكتشفها إن شاء الله. بالنسبة للروابط ستجدونها أسفل الفيديو، وفي هذا الفيديو استعنت بكاميرتين. إذا كما تشاهدون في الكاميرا الثانية لدينا الطرد كما تشاهدون، هو مقبول بدون رسوم جمركية. تم فتح الطرد من طرف الجمارك وتم إعادة الملصق من جديد. بالنسبة لوزن الطرد إخواني فهو 2.5 كيلوغرام، يعني 2 كيلوغرام ونصف، هذا هو وزن الطرد. إذا نبدأ على بركة الله وكما العادة نفتح العلبة. بالنسبة لشركة التوصيل OMS هنا في المغرب، والإرسال كان عن طريق بريد سنغافور. إذا كما تشاهدون استعنا هذه المرة إخواني بكاميرا لنوضح لكم بالضبط، كاميرا ثانية. تشاهدون يبدو أن الكوتر هذه المرة سيعاني عملية الفتح. السعين لكي لا نقطع منتج بالداخل. إذا كما تشاهدون نبدأ على بركة الله بإخراج أولى المنتجات. إذا السعين بالكاميرا الثانية. الطرد كبير لا يساعد، أقوم بقلبه. إذن إخوان أولى المنتجات أندرويد بوكس X92، شاهدوها هنا في الكاميرا الثانية X92، أتمنى أن تظهر بهذا الوضع X92 إخواني كما تشاهدون. بالنسبة لهذه البوكس طبعا هي ثمانية النواة 64 بايت، أولى المنتجات. المنتج الذي كنا ننتظره كما تشاهدون في الصورة هذا LED بروجيكتور أو DLP واي فاي ريدي، يعني يدعم هذا الليد بروجيكتور يدعم الواي فاي. حاول أن إذن هذا ثاني المنتجات إخواني، هو واي فاي ريدي يدعم الواي فاي وهو الليد بروجيكتور. لأول مرة سيتم عرض هذا المنتج هنا. وبما أن يعني الجمارك فتحت العلب إخواني، شاهدوا أنه تم فتح المنتج. وكما العادة يبدو أن حدنا، شاهدوا بأنه تم تقطيع الكرتونة أو الغلاف. ما علينا، سنعود للكاميرا الأخرى. كما تشاهدون إخواني يعني تم تقطيع الكرتونة بفتح سريع. طبعا هناك ضغط على الجمارك لذلك يحاولون. سنعود له بعد قليل، نتركه على جنب ونأتي لمنتج آخر هنا داخل هذه العلبة.
بعد ذلك سام. والمنتج الآخر أيضا هو تم فتحه من الجمارك، شاهدوا عملية الفتح. لا أدري ماذا يحصل في الجمارك هذه الأيام، عملية فتح بطريقة عجيبة فعلا، والله أنا أستغرب. أنتم تشاهدون إخواني، أنتم تشاهدون العملية يعني على المباشر، نقوم بفتح العلب على المباشر. إذن كما تشاهدون في الكاميرا الثانية، الفتح هكذا بهذه الطريقة للمنتجات، شيء غريب فعلا. المنتج الآخر إذن نضعهم هكذا، المنتج الثاني وهو DLP Projector، ولدينا الإكس 92 مقفلة كما تشاهدون. إذن أنا في عملية المونتاج سأحاول أن أنسق بين الكاميرتين كي تظهر الأمور بطريقة يعني واضحة لكم. إذن هذا بالنسبة لهذا المنتج، كنت قد طلبته، وهو ميني كايبورد، وهذا الكيبورد رائع لأن هناك متعدد الألوان، سنكتشف إن شاء الله في ريفيو قادم لهذا المنتج. طبعا كيبورد سأريكم هنا على الكاميرا الأولى، يمكنكم تغيير الألوان هنا في هذه الكيبورد، أتمنى أن تظهر في هذه الكاميرا أيضا. هذا بالنسبة لهذا المنتج. نأتي لمنتج آخر سأريكم البوكس. قم بفتحها أيضا، لم يتم فتحها طبعا من الجمارك لأنها لازالت من ملصق خاص بها. الإكس 92 رائعة هذه البوكس إخواني، من بين البوكسات القوية أيضا في مجال الأندرويد تي في بوكس. شاهدوا الإكس 92 بأنتنا واي فاي، أتمنى أن تظهر لكم هنا في الكاميرا الثانية. إذن الإكس 92 أيضا سنقوم بعمل مراجعة لها إن شاء الله. المنتجات إخواني دائما أنا من يختارها، إذا أنا أختار منتجات أكون متأكد بأنها ستلاقي ترحيبا من طرفكم إخواني. هذا البروجيكتور هو لأول مرة سيتم عرضه أظن على قناة عربية إخواني، لأول مرة ستشاهدون بروجيكتور DLP. مع الأسف تم تقطيع الكرتون إخواني، لكن البروجيكتور كما تشاهدون هنا، البروجيكتور هو هذا. أول مرة سنقوم بعرض هذا المنتج هنا في قناتنا، ستكون هناك مراجعة قوية لهذا الجهاز، وأنصح به طبعا لمن يريد أن يحول منزله لسينما، لقاعة سينمائية. البروجيكتور DLP، والرائع في هذا النوع وهذا الموديل بالضبط أنه يدعم الواي فاي، يعني يمكنك عمل سكرين ميرورينج أو ميراكاست بين هاتفك أو التابلت أو الكمبيوتر مباشرة عن طريق الواي فاي مع هذا الجهاز، وتعرضه على الحائط أو على الشاشة. إذن كما تشاهدون هذا هو البروجيكتور، هو ماركة يونيك. إذن هناك بعض الأكسسوارات التي تأتي معه، تشاهدون في الصورة لدينا ريموت كنترول، لدينا كيبل للتغذية، وأيضا غطاء، هذا الغطاء يوضع هنا لتغطية العدسة. إذن إخواني بالنسبة لنا هذه هي المنتجات التي توصلنا بها. إذن الحمد لله تم فتح الطرد من الجمارك بطريقة يعني أنا متأكد أن هناك ضغط كبير عليهم، لذلك يقومون بفتح العلب بصورة يعني سريعة، لذلك بعض المرات يقومون بتقطيع بعض يعني لا يبقى معهم وقت لتبقى معهم عفوا وقت لفتح العلب بطريقة سليمة.
إذن إخواني كامل الشاهد، لدينا الليد كيبورد، هذا موديل جديد، يمكنك تغيير الألوان حسب الذوق بهذه الطريقة، سنضع لها مراجعة. هذه الكيبورد، لدينا البروجيكتور يونيك، رائع هذا البروجيكتور، يحول لكم قاعة إلى قاعة سينمائية، يعني منزلكم مثلا لديك حجرة يمكنك تحويلها إلى قاعة سينمائية بمعنى الكلمة، سنجرب ذلك أيضا هنا إن شاء الله. ولدينا البوكس الإكس 92 الشهيرة، هذه البوكس معروفة جدا ولاقت استحسانا سنة 2017. إذن إخوان لا يسعني إلا أن أودعكم، طبعا كان هذا انبوكسنج خفيف، سأحاول أن أكون سريع إن شاء الله في المرات المقبلة، كان هذا الطرد كبير لذلك أخذنا بعض الوقت وفتحنا الطرد مع بعض لأول مرة، أنا أيضا اكتشفت ماذا كان هناك بالداخل. في الأيام القادمة إن شاء الله سنضع مراجعات لهذه البرودكت التي توصلنا بها. إذن لدينا الكيبورد، لدينا البروجيكتور، ولدينا الاكس 92. ستجدون روابط هذه المنتجات من بانغود اسفل الفيديو، طبعا بتخفيض من قناتنا. وايضا بالنسبه لهذه المنتجات ساضع لكم سؤال اسفل هذا الفيديو، انتم اختاروا ما هو المنتج الذي تريدون ان اضع مراجعه له، طبعا قبل المنتجات الاخرى نضعه هو الاول. هل نضع طبعا مراجعة لهذا الكيبورد الجديد او البروجيكتور او البوكس اكس 92؟ انتم اختاروا اخواني وشرفونا بتعليقاتكم سواء كانت ايجابية او سلبية، طبعا نتقبل منكم النقد البناء وليس النقد الذي ليس في محله. وايضا ان شاء الله ادعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل طبعا زر الاشتراك ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم المهتمين بهذا المجال، شاركوا الفيديو معهم في الفيسبوك أو في منصات التواصل الاجتماعي الأخرى. إذن إلى هنا أودعكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناتك.